جون ماكين السيناتور الأمريكي المخبول، السيناتور الأمريكي الذي فقد عقله، السيناتور الأمريكي اللي بشكل واضح وقاطع، والله هذا حدث، أحد الأوروبيين أحد الأصدقاء الأوروبيين في مقابلة معايا قال لي ده ب10,000 دولار تشتريه، والله هذا حدث، قال لي ده ب10,000 دولار، يقول قطر بتديله ويقول ويكتب بشكل واضح. أصدر جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس شيوخ بيان بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 25 يناير في مصر. أنا بسأل سؤال هادئ، أنت مال أهلك؟ أنت مالك؟ واحد سيناتور أمريكي يصدر بيان، حطه يعني كل واحد يديني عقله. إحنا بنعيش في لحظة إعمال العقل شيء من الجنون. جون ماكين سيناتور أمريكي ماسك لجنة التسليح أمريكي بيطلع بيان من أمريكا على في الذكرى السابعة لثورة 25 يناير، الله يخرب بيتك، بيقول إيه؟ بيقول بهذه المناسبة وما تشهده مصر من قمع لحقوق الإنسان والديمقراطية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انتوا شايفين احنا بنشهد الناس، احنا مش بنوعي الناس، ناس واعية بس بنذكر الناس كيف ينظر إلينا الناس ويفكروا ويشغل لحساب مين؟ شغل لحساب مين؟ طيب، وقال في البيان اللي طلعه قبل 7 سنوات من هذا الأسبوع، ألهم الشعب المصري العالم بثورته العظيمة التي دعت إلى الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية وكانت دافع لهذه الثورة والسعي نحو الديمقراطية والحرية. بيقول تاني إنه قمع غير مسبوق وأدى إلى سجن الآلاف بمن فيهم 19 مواطن أمريكي وحوالي 3500 شاب، تمت مقاضاة ومعاقبة عدد من المصريين العاملين لدى المنظمات الحكومية المجتمع المدني غير الحكومية بمن فيهم أفراد من المعهد الجمهوري الدولي الذي أترأسه. بس الحلم اتفسر، الحلم اتفسر، بيقول إنه فيه مجموعة تم القبض عليهم منين؟ من المعهد الجمهوري الدولي اللي انا برقصه، اللي هو اللي قدامكم دوت، البعير اللي قدامكم دوت، الكلب اللي قدامكم دوت، بيتكلم بيقول انه مصر بتقبض على منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان خاصه في المعهد الجمهوري اللي انا برقصه. انا بس بسال، طبعا فاكرين في اثناء المجلس العسكري القرار التاريخي اللي خدته فايزه ابو النجا المحترمه، فايزه ابو النجا الوطنيه، فايزه ابو النجا لما قال التمويل المنظمات الأجنبية نقطة مش عايزين، وحتى لو المعونة الأمريكية مش عايزين، المعونة الأمريكية في هذا التوقيت كانت كلمات واضحة من السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وكان المشير طنطاوي ربنا يديله الصحة والعافية، وهذا شاهد على هذا في كتاب الأستاذ عبد القادر شهيب. المعهد الجمهوري اللي كان شغال فيه مين وبيقبض فيه ايه وجاي بيعملوا في مصر ايه، ومفيش حد يقدر في امريكا يطلع دولار واحد يخش امريكا من غير ما يمر بسلسله من الاجراءات الروتينيه. مصر مش هفيه، ومصر مش بلد مفتوحه لاي حد، لكل من هب ودب. مصر وقفت ووقفت حنفيات التمويل اللي بتخرب في مصر، الناس اللي كانوا شحاتين وكانوا شغالين متسولين اصبح عندهم دلوقتي عربيات، العربيه ب 2 مليون جنيه وعندهم اموال وعندهم عقارات، منين؟ شغالين استثمروا وتجارة بما يسمى بالثورة، معروفين بالاسم والدولة عارفاهم بالاسم. التمويل اللي قالت عليه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في حينه ان مصر واخدة 200 مليون تم انفاقهم على مصر، والدولة المصرية ما عندهاش هذا الكلام، يعني رايح جاي مباشرة من برة على ناس بالاسم موجودين معروفين، وفي قضايا هتطلع وفي قضايا هتتفتح لما يجي جون ماكين يحاول يبقى سند من سيناتور امريكي لهؤلاء. احنا بنوقف له بالمرصاد، نقول له عندك اقف عندك، مصري لا، هنكسر رجلك انت او غيرك، لان مصر قبل انت ما تبقى امريكي، قبل ما يبقى في امريكا كان في مصر.